مساء الخير، تحية للجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. بدائرة الخطر هالأسبوع رافائيل ودينا، وبأصواتكم مشاهدينا رح ترجعوا واحد منهم على الأكاديمية، صوته للطالب يلي برأيكم بيستحق يتابع المغامرة. أما نحن فرح نبدأ حلقة الليلة مع صف جديد للرياضة مع مارسيلينو. شو الأخبار؟ وين الباقيين؟ دينا وحنان جايين من رافائيل، مريض كثير في التخت ما بيقدر يكون. أوكي. ومروان ممنوع عليه يلعب سبور. كيف كان فوق الثلج؟ كثير حلو. صار لقيته؟ كثير. يلا جايز بلش ركض. ما بلش يلاقي نتيجة، وما بيلاقي نتيجة إذا ما بيظبط أكله. هلا نقف زيح، نوصل لهون، داون جامب، برجع بوصل لهون كمان أجين داون أند جامب، برجع بقرب لهونيك وبرجع ركض عليها لورا. يلا ريدي؟ توب. ننزل شوي لتحت، ظهر جالس، شغل خزرنا، خسر بس عم يشتغل. يلا بعد 15. ما حريتي مش محتاج حاجة يخسسها إن شاء الله. يلا. في أوكي. طلع في عم ننزل، بجسمي جالس، راسي جالس، عم ننزل جري 90 ديجري هون. أوكي عم ننزل. رجع افتح عم ننزل. سهلة سهلة عملي. قطعت الجيش. اخذت شكي شبكة. ستريتشنج هاي. ايش توازن. يلا خلصت عم صورة. شوفكم جماعة الجاي. رافائيل دايما عنده مفاجآت بالأكاديمية، وآخرها تقليد الأساتذة ليزلي عقل وميلاد حتشيتي. إيه شد البوزيسيون. روق 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 روق. إيه أنا عم بحكي عن البوستور. ماشي الحال. يلا شفافك لقدام. إيه نسيم سكوت. نسيم سكوت. ولا كلمة ولا وحدة. نسيم. يعني ولا وحدة. انت وقف عندك، وقف عندك، وقف عندك هونيك. بليز وقف عندك. انا عم بحكي مش انت. لا قدام.
لقدام ما بتطلع مدام ما عم تزبط لقدام مش عديا لا انا هيك صفى في اشتغل انا هيك صفى في اشتغل الغلط مش عيب بالحياه كلنا بنغلط ولا كلمه سوري اذا بعد بتجاوبني رح اقول لك انه بدك تظهر من الصف ما في ما في ما في بدكم فلفل اورفوار بو ويكند لا 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 بس ثاني 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 بس شوفوا هيك جاي اه طم ريحه كثير يقعد هيك يقعد هيك ايوه صح بونسوار شباب نبروم شوي بونسوار استاذ ميلاد سوري كيفك بونسوار مروان بونسوار كيفك بونسوار كيفك بونسوارك دينا بونسوار بونسوارك حنان بونسوار عباس رجعوا حلفك بوسك اليوم شباب بدنا نحكي بحصة الماركة الشخصية عن الثقة والنقاط الضعف والنقاط القوة اللي فينا شو معنات؟ شو معنات؟ كيف فينا نتغلب على نقاط الضعف ونقوي نقاط القوة اللي فينا؟ ما نقاط قوة محمد عبد محمد بونجور هيدي محمد شو بتلاقي عندك نقاط قوة؟ بس معلش بس وضح لهايدي عشان لسه دخلة هايدي كنا عم نحكي اليوم بحصة الماركة الشخصية عن نقاط القوة ونقاط الضعف كيف نتغلب عليهم وكيف التمظهر بيكون انه واحد بيتظاهر انه عنده ثقة بحاله محمد شو بتلاقي عندك نقاط قوة ونقاط ضعف؟ غمض عليك كله غمض عليك لا ما احلى شيء بس بيكون عم بس ما بده اياني اخفى وبيشاركني بالحديث انا فهمت سنبسطوا تسلوا عيشوا بهالاكاديميه انيس نسيم ومروان في كثير غلط بيصيروا يقولوا باي صح اول بريك بحلقه الليله مشاهدينا وبنرجع خليكم معنا منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب مع صف جديد للرقص مع هادي عوادة الاستضافة هيك حلو يلا قلبي عينا عود علينا يلا فيك تعمل لي هيك وانا عباس مع هايدي دينا معي ورافائيل مع نسيم ورافائيل مع نسيم ونسيم مع حنان تعدين العادة مش أكيد شيء للكب طلعوا نسيتوا كلنا اللي أنا اسمهم أوكي شو يعني؟ شو قصدك؟ أنا ما بحبي؟ يعني أنا ما بحب حنان؟ يلا المغرب كيف عرفت؟ يعني بتحبش حنان؟ يعني المغرب يعني المغرب العربي يعني من ال يلا على فايف نعمل إيه؟ أفهم أفهم مع بعض يعني أنا بتحب المغرب العربي هاي كيف عرفت؟ يلا يوم التويتر عندي رح يموت ما بتنام المثبت اذا لانه ما عرفت اسمه كلهم قلت له دينا هايدي عباس نسيم ورافائيل رافائيل عم بسمع على القد بسمع على القد استنى شوي بتضرب عليا ليش انت ما بتحبي عائلة لك رافائيل ما بتحبيه يلا جايز جايز يلا 5
6 7 فالس ملا فالس فالس 5 6 7 يو جو 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 stay 2 3 1 2 3 1 2 3 من هون عندي مد هيدي الايد للبنت بفتح ايدي ببرم عندي 1 2 3 سالو رمي علي راسنا عم نقرب لبعضنا عم علي ايدنا عم نمشي One, two, three. One, two. بدك تبتدي. ده. باندا. عمل كده عمل كده. One, two. Three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. Two, three, two, three, one, two, three, one, two, three. One, two, three, one, two, three, wish, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. One, two, three. شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين pa 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 again pa 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 again five go pa 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 ليه ما شاء الله جاي يلا بروح معك ما هيك one two three one two three one two three wish بيساعد البنت بالسوبر تبع ايده من هون ويديك هون هون يمين اب داون يا عم تبرم صار تضلك بالقلب انت تعا ثانك يو جايز كمان مره بنتوقف مع بريك وبنرجع نحن وياكم منتابع يوميات ستار اكاديمي وبدنا نقول مبروك لعباس ورافائيل على الاذاعه الجديده والمطعم الجديد واللي بيجمع بيناتهم اساميهم الكثير صعبه. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. انت دايره سهرتنا ليله مع دي جي 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 دي جديد محمد سعد محمد سعد تحية كبيرة يا حبيبي ستار أكاديمي شرفتنا يا عباس شرفتنا يا بس انت بالاساس
بلدك يا عبيد. تحية كبيرة، تحية كبيرة لشعب لبنان، تحية كبيرة لشعب لبنان، عشان أنا عمري ما حسيت بأمان إلا لما جيت لبنان. لبنان 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 لبنان. تحية كبيرة لشعب مصر، تحية كبيرة لشعب مصر، عشان لو رحت فين ولا فين هرجع تاني مصر وافضل مصر، اني بحب مصر. بحب مصر بحب مصر بحب مصر بحب مصر بحب مصر بحب مصر. وتحيا مصر من بيروت على القاهرة، راح تكون روحي مغامرة من بيروت على القاهرة، راح تكون روحي مغامرة كرمالك يا عباس كرمالك يا عباس كرمالك يا عباس كرمالك يا عباس. رافائيل جبور رافائيل جبور رافائيل جبور مشرفنا في كل مكان، لأنه واحد من شعب لبنان. رح ضل غني وضل نعيد كرمالك يا بيسو، رح ضل نعيد لك والله رايح عمصر وعبيتك ببورسعيد. بورسعيد 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 بورسعيد. والله كان يوم السعد، والله كان يوم السعد لما عرفتك وعشرتك يا محمد يا سعد. يا محمد سعد يا سعد يا سعد. مهما طلطل المطل هي أختك يا بيسو، مهما طلطل المطل هي أختك يا بيسو. أحلى تحية لشينا، أحلى تحية لشانتال 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 لشانتال. أشرب السجاير وأكون إنسان جديد من أول يناير، خلاص هشيل حديد هبطل السجاير وأكون إنسان جديد، ومن أول يناير خلاص هشيل حديد. منعا عن أي إعادة، منعا عن أي إعادة، منعا عن أي إعادة، منعا عن أي إعادة. تحية كبيرة من قلبي يا لأحلى هادي عواضة، لأحلى هادي عواضة، لأحلى هادي عواضة، لأحلى هادي عواضة، هادي هادي عواضة. عنده ممنوع الإعادة، عنده ممنوع الإعادة، عنده ممنوع الإعادة، عنده ممنوع الإعادة. تاكل قتلة والله من أحلى هادي عواضة.
زبط لي برونونسياسيون زبط لي برونونسياسيون زبط لي برونونسياسيون زبط لي برونونسياسيون مع مدام ميري والله بدها تزبط البوزيسيون انا شعري بدي قص على واحد مش على النص انا شعري بدي قص على واحد مش على النص تحية كبير من قلبي تحية لقلبك بص تحية لقلبك بص زمار الزمر والله تحية لقلبك اللي أعظم آتي واللي أعظم آتي أحلى مسرح إيه والله أحلى مسرح مع بيتي وإيه شو بدك شو ما تعوز شو بدك شو ما تعوز احلى شعر والله مع احلى فيكتور كيروز ايه ايه فيكتور كيروز يا مدام هالخلطة ايدي يا مدام هالنمرة ايدي احلى ميك اب والله معك يا جهان العايده ايه معك يا جهان العايده معك يا جهان العايده شو ما نحكى وشو ما نقول شو ما نحكى وشو ما نقول احلى شعب والله انتوا القاعدين بالكنترول ايه قاعدين بالكنترول قاعدين بالكنترول قاعدين بالكنترول قاعدين بالكنترول قالك عليك مش جديد ولا عليك مش جديد جمعة الجاي لاحق لك لاحق قبل جديد شو ما نحكى وشو ما نقال شو ما نحكى وشو ما نقال انا وخي ايه انا وخي بيسو والله سوا بالفينالو ايه سوا بالفينال والنومينيل هالجمعة رافائيل عباس تحية كبيرة لضرة تحية كبيرة لضرة تحية كبيرة لضرة تحية كبيرة لضرة ايه تحية كبيرة لضرة وأهلا وسهلا بكم في حلقة كبيرة مع فرنساوي بالأغنية الفرنسية الفرنسية النجم رافائيل جابوغ J'ai quitté une amie Je vois encore ses yeux Ses yeux mouillés de pluie De la pluie de adieu J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Ma vie guette adieu Soleil de mon pays perdu تحية كبيرة أهلا وسهلا فيكم من مطعم رافائيل جابور من لبنان رافائيل جابور من لبنان آخر بريك مشاهدينا بحلقتنا ونرجع لأخبارنا منتابع أخبار الطلاب مع ردة فعلهم بعد التسميات ومن بعد ما أعلنت درة أنه رافائيل ودينا هن يلي بدائرة الخطر إنه إليه الأول دينا إنه إليه الثاني رافائيل
انا اصلا ما شلتش الشنط لاني كنت واثقه ان انا طالعه. لا تعال تعال كت حالك الجمعه عشو لا 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 ما بدي ما عادي ما تستاهل والله العظيم ما تستاهل ما تستاهل ما تستاهل وعي تبكي لحظه ما تستاهل لا عادي والله ايه امشي ما بتستاهل تطلع مني وما بتستاهل تبكي علي على الخبريه خلصت ابدا هاي دي لينا اخطر شخص بالسويت بس لما سيب ما تاكل مره تاخدني اما براوة خلصت هايدي ايه خلص خلص دق دق لا خلص ما تلعبولي ما تفوت كتير انه خلص خلصت قبري دينا خلص بليز 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 انا حاسه حنان طالعه انه منين حنان مكتئبه بطريقه غريبه وطلعت فوق قالت لي هنام ليش مثلا رافائيل اللي طالع انه منين شو خلاص حبيبه انا ماني زعلانه ولينا ماني زعلانه هي ماني هيك بس زعلانه يا بنته زعلانه وحياه ميمو زعلانه حياه امي ما زعلانه بالعكس خلصت ما بقى ما نفوت بهذا المود والله العظيم وحياة امي وبيي وحياة غلاوتك عنده وحياة عيونك ماني زعلان ما انت اوعي تفوتي حالك بهالمود بتيجي هلا اغانيك وهيدا بتقوم بتدرسي انا حافظه اغانيي انا حافظه اغنيتك هيدا المهم هلا هيدا المهم حنان كل واحد فكري بنفسك فكري كيف تشتغلي مزبوط على حالك بدي اياك توصل اذا انا في حال فلتها الجمعه بدي انت توصل بدي انت تربح انت بنظرك انه في عالم فيهم بالتصويت يعني اكثر مني اكثر منك انت انت قلت هلا انت بشو عم تفكر وانا بشو عم بفكر يعني بلا انه لا بس اذا يلا ما بفهم يلا اوكي خلص 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 اوكي خلص مش انت قلت هالحكي ما تقول لي انه ما انت ما عم تعذبيني انا زلم بهالحاله وانت زلم قاعد مرتاح وادي عم تجي تعذبيني بهالجمله يعني ما فهمت وحيات امي ما فهمت اوكي عندي توقف بس ما كنتش متاكد عندي زي الاسبوع اللي فات يعني الاسبوع اللي فات انا كنت عارفه انه طالع وهطلع اروح على بلدي سوعدكم الاسبوع ده ان شاء الله ظهر الحمد لله بجد بجد بالعكس انت كل ما بتقربي يعني للقب او للفاينل واحد بيتعشم اكتر هايدي مش هنضحك على نفسنا مش هنضحك على نفسنا انا داخله عارفه ان انا مش هاخد اللقب او ان انا مش هوصل الفاينل مش مشكله بس كوني ان انا وصلت لل 13 انا عملت المره دي يعني ماشي انا هقول ان انا داخله مش بقلب امبارح برضه داخله غنيتي داخله الايه هو انت اللي بتخشيش بقلبك بتغني حلو سبحان الله مدام ميري النهارده الصبح قالت لي انت غنيتي حلو انت غنيتي الاساتذه التقوا بدينا ورافائيل وشرحوا لهم سبب تسميتهم لهالاسبوع الخير كيفنا؟ الحمد لله دينا كلنا بنتمنى انك تضلك وكلنا موافقين على انه امبارح الايفال تبعولك كان كتير منيح بس يمكن البرايم كان اقل شوي وفي بتعرفي مجبورين نقارن اوكي انا بالنسبه لي انت كتير محسنه امبارح شفت نيانسات احلى وشفتك رايقه ومركزه على النفس وعلى البوزيشن وعلى كل شيء بس انا بدي منك ترجعي تشتغلي على صوتك لو شو ما صار معك لو بقيتي لو فليتي لتوصلي لمطرح صوتك ما بقى يتأثر بشي ويلبي لك المغنى تبعك مثل ما انت بدك ركزي على الميديوم هاي وركزي على الميديوم ركزي على الرينج ركزي على الباساجات ودايما اشتغلي صوتك لو شو ما صار معك تتحافظي عليه وتطوريه بعد اكثر انت ليدي بمعنى الكلمه ليدي يعني بتعبي المكان اللي انت موجوده فيه وانا عم بقولها بكل اقتناع هلا نحن وصلنا لمرحله الصعب علينا اكثر من صعب عليكم لانه نحن حتى بطلنا نعرف انه يعني البرايم اهم لا الايفال قدينا ناخذ نسبه البرايم قدينا ناخذ نسبه الايفال مع انه انا امبارح لقيت ايفالي نظيف وقلت انه ايفالا نظيف هلا هالمرحله هيدي الايفال نظيف بكفي او ما بكفي لانه اليوم بدنا يمكن نكز شوي اكثر لانه ما بقى بكفي يكون الايفال نظيف
كمان بالبرايم يعني حضوري كان جيد جدا، يمكن بالصوت في مطارح قصرت شوي، بس يعني المهم انه بدك تعرف انه منك نوميني لانه انت نوميني، كلكن عم تتسموا يعني. يعني نحن اليوم اثنين بيقولوا هيك اثنين بيقولوا هيك، بس الكل تحت خطر يعني عن جد صعبة، يعني كتير صعبة، وبرجع بقلك صعبة علينا أكثر ما هي صعبة عليكم. شوفي الحظ ما ساعدك هالشهر الماضي، أخرك شوي ووقفتي لأنك سخنتي، هيدا كمان بيقلو دور. لهالجمعة نشكر الله صرت منيحة، تبين رجعتي روحك، رجعت ليك ونفسك وحضوري كله رجع سوا، كله سوا. بس تعرفي في ناس اشتغلت كتير طبعاً. بالوقت اللي انت وقفت فيه، بس انا لإلي احلى حضور على المسرح هو انت. وانا بشكرك جدا، وانتوا بتتعبوا معنا كتير وتعلمتوا منكم حاجة كتير قوي. حبيبتي موفا. مرسي يا مرسي. باي باي. مرحبا. اهلين رفايل، كيفك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. مش رح نقعد هلأ نكرر اللي قلناه لدينا. أنا بدي أسألك بس سؤال، أنت مبسوط من الإيفال تبعك مبارح؟ عادي. طب ليش عادي بهالفترة؟ يعني ليش عادي؟ ما فهمت. أنا أول شيء ما فهمت ليش رفت مع حدا تاني أولاً. تانياً مش أنت يلي بتعمل هول الأشي، أنا عم بحكيك كحدا بيشتغل بالدراما يعني بالتمثيل، لأنه عم بحكي هلأ شيء تمثيلي. إنه معقول تكونوا بكونسير وتجي هي تقلك يا دب وأنت تقلها يا مدري شو؟ مش معقول، مش وقته هلا، مش وقته، بعد في 6 تلاميذ. وبفهم إنه واحد يشوف إنه يمكن في غيري أنا عامل غلطة أو في غيري كنا عم نقول لدينا، لا رح أقلك نحن وقطعنا مرحلة، نحن وعم نعمل نومينسيون بالاجتماع قطعنا مرحلة الاجتماع أبو 10 دقايق. يعني شو شباب مين الأضعف لقلكون؟ في فلان وفلان وفلان بدقيقتين ومنفل، عم نقعد بالاجتماع تنعمل نومينسيون ساعات. صرنا رفايل أنا رح أحكي عن صوتك لأنه هذا اللي بهمني، وأنا بعرف قدي أنت بهمك صوتك، وبتعرف يمكن أنت أنك قوي بشخصيتك وتمثيلك وكل هودي، وبتحب كتير تشتغل على صوتك. هيدا اللي أنا بقدره فيك، أنك هالقد بتحب صوتك، ولأنك بتحب صوتك أنا بدي بس أطلب منك شغلة واحدة، تعرف بالحياة تختار شو تغني. يعني أنت بس عم تشوف الخيارات اللي بتكون عم تناسب صوتك، عم بتكون كتير حلو لأنه عم تزبط الأشياء وعم بتكون كل شيء متكامل مع بعضه. بحياتك الفنية فيما بعد بدي خيارات غير شكل تلبق الرفايل، وبتخلي تبين كل نقاط القوة اللي عندك إياها، لأنه عندك كتير إشي حلوة بصوتك. أنا عم بقلك أستاذة غنى، وأنا عم بقلك وثق بصوتك، ما تخاف منه وما تكون عتلين هم هو شو، بس لقيله الهوية اللي بتلبق له. موفق. مرسي كتير. مرسي كتير. قبل ما ودعكن بدي أذكركن مشاهدينا بمسابقة السي بي سي، إذا بتحبوا تربحوا أكثر من سفرة لبيروت لحضور البرايم مباشرة. أما الرابحين هالأسبوع فهن محمد أمير ورنا خليل، ألف مبروك لهم. أخبارنا خلصوا لليلة، بكرة حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي. باي باي. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي. أعز الناس بيتغير علي، ماليش إحساس، ماليش ولا ذكرى لي. خلصنا خلاص أنا ماشي فيه. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده.